تعرف على السعرات الحرارية لجميع أنواع الطعام. السعرات الحرارية هي وحدة من الطاقة تستخدم على نطاق واسع في التغذية. لأسباب تاريخية، هناك تعريفان رئيسيان للسعرات الحرارية قيد الاستخدام على نطاق واسع: السعرات الحرارية الصغيرة والسعرات الحرارية جرام كال، وهي مقدار الطاقة الحرارية اللازمة لرفع درجة حرارة غرام واحد من الماء بمقدار درجة واحدة مئوية أو كلفن واحد. السعرات الحرارية الكبيرة، السعرات الحرارية الغذائية أو السعرات الحرارية لكيلو كالوري، هو مقدار الحرارة اللازم للتسبب في نفس الزيادة في كيلوغرام واحد من الماء، وهكذا. 1 كيلو كالوري سعر حراري تساوي 1000 سعرة حرارية كالوري. من خلال التقاليد في علم الأغذية، تسمى السعرات الحرارية الكبيرة السعرات الحرارية بحرف سي كبير للتمييز عن الوحدة الأصغر. في معظم البلدان، يلزم ترخيص المنتجات الغذائية الصناعية للإشارة إلى قيمة الطاقة الغذائية في كيلو كالوري من السعرات الحرارية لكل وجبة أو لكل وزن.